هذا من أيام اليوم أشبه بوجود شخص سياسي على المستوى السياسي حينما يأتي. رجعنا الحج واحنا نزامط بيعنا 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 رجعنا الحج واحنا نزامط. اسمعني اسلم عليهم. على نادينا تربينا ولا وداك الوقت نوارينا تحدينا جراحينا يا اجمل واغلى نادي في بلادي. لأجلكم لحت الأغاني باسمكم ينطق في لساني. لأجلكم لحت الأغاني باسمكم ينطق في لساني. الأول أنا المال ثاني الأول أنا المال ثاني. جرين هاب جرين هاب جرين هاب جرين هاب جرين هاب جرين هار. يا قيثار عزف متعينا سعد قيس نشأة ذكرينا. يا قيثار عزف متعينا سعد قيس نشأة ذكرينا. عشقناك والله مو بدينا عشقناك والله مو بدينا. جرين هار جرين هار جرين هار القلوب. شلون استقبلت هذا الخبر؟ مثل ما سمعنا انتم اليوم ما قدرتوا تدخلون للوزاره، لو دخلت ما دخلت. شلون استقبلت هذا الخبر؟ منو بلغك بيه؟ احكي لي على هاي المشاعر. هي اخبار كانت تداول من البدايه، بدايه نهايه الموسم، وكانت يعني انتكاسه للنادي يعني صارت فتره محمد يوسف. زين. فبدت اخبار تتداول هيك شيء. المهم احنا تاملنا خير بالاداره وبالاشخاص اللي كانوا يسعون هالموضوع، واتاملنا بيهم خير، وان شاء الله هم قد الثقه وثقنا بيهم احنا وقد الثقه ان شاء الله، وقدروا انه يوصلوننا ووصلوا الحجي للمكان اللي نريده ان شاء الله. كنت تتصل باحد داخل القاعه موجود من اصدقائك؟ منو فاز؟ مشاعرك؟ قاعدين على نار احنا كانه مات بالسادس ومنتظر النتيجه مال امتحان. احنا كنا قاعدين على نار ومنتظرين الخبر يجي، وكل ساعه اخبار تجينا وشلون متحاملين على القعده اللي قاعدين. غير مضمونه؟ ها؟ غير مضمونه امير؟ الحمد لله الحمد لله. هسه فرحتوا؟ لا لا ان شاء الله ما فيش اكبر من هيك فرحه. خلي يحتفلون بالدرع. انت اليوم داخل بالقاعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. داخل؟ اكيد. بالقاعه؟ اكيد. احكي لي منو دخلك؟ بس الرجال يدخلون. الرجال يدخلون. انا داخل قلبي بالقاعة، مو شرط انه وجود. شنو المشاعر اللي كانت؟ لاعبين اللي لاعبين نادي الشرطة باقي المشاعر تجيك. اولا اشكر كل من وقف مع الجمهور. زين. من ادارة نادي الشرطة السابقة، الاعضاء اللي حاليا هم ويا اياد بنيا. زين. ونشكر الاعلام برنامج كورة، نشكر برنامج حيدر زكي، نشكر معرض الكره العراقيه سيد عباس. قدرنا نحرر نادينا وقدرنا نطالب هاي المطالب ووصلناها للوزير للنائب، وقفنا بكل مكان باعلام مساعده الخيرين. اكو قصيده اي ما يقدر علي المن، شو كل الجماهير تحكيها؟ هي قصيدتنا هاي اكيد حتى لا يزعل غيرك. ما الشرطه تدام اطلعها. اوكي هسه هم راح اطلعها لكم بالمناسبه. ما بس حد هي المن ما حد يتغنى بيها بالعراق غير واحنا الاصل. احنا طلعنا انتم طلعتوها بس الجويه تقلدنا.
يعني لا 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 هو شاهد يزعلون الوسط الرياضي كله بعيد عن موضوعنا طبعا قولي لابسوني بس انت تجبرني انت الحلقه ذاك اليوم زعل كل جمهور الجويه بتقول علي خامس اولت راس لا هو فعلا خامس اولت راس اسبوع تصميم سويت هي خلاص بلحتونا يا هاي القصيده خي يسمعوكم العالم لاعبنا في داعي خل تسمع داعي لاعبنا في داعي خل تسمع داعي الأخضر عاشقينا هو أغلى نادي الأخضر عاشقينا هو أغلى نادي هو 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 هو